مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي بمجلس النواب بأن عدد رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس، والتي تم ترقيمها ابتداء من 8 مارس الماضي. من جانب آخر، أكد وزير الفلاحة أن استيراد اللحوم الحمراء يعتبر إجراء استثنائيا وظرفيا على حد قوله، مشيرا إلى أن الكمية محددة في 600,000 رأس. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الرحمن المجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. سيد عبد الرحمن المجدوبي أهلا بكم. بداية، كيف تسير عملية الترقيم؟ هل من استنتاجات بخصوص نهائية بشأن مدى تغطية 3 ملايين رأس للطلب في عيد الأضحى؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة معالي الوزير البارح يعني كان ذكر بلي كاين 3 مليون اللي مرقمة لحدود الأمس، والعملية لا زالت مستمرة إلى يعني باقي لها واحد تقريبا 45 يوم، وال يعني حتى 12 يناير عاد توقف العملية. دونك حنا كلفنا باش نديرو 8 مليون ديال. في أي تاريخ ستتوقف العملية سيد مجدوبي؟ 12 13 يونيو تماما. يعني باقي 43 44 يوم العملية باش توقف. دونك لحدود الأمس كانت رقمت 3 مليون ديال رؤوس الأغنام لهذه العملية اللي حنا كلفت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هذه السنة باش ترقم 8 مليون ديال رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح. لحد الساعة وصلنا 3 مليون، يعني الوتيرة اللي ماشية بها العملية تقريبا ما بين 100-120 ألف رأس يوميا كترقم. هذه العملية رصدت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز 400 مرقم في جميع أنحاء المغرب اللي مكلفين بهذه العملية هذه تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية الأنصة. العملية ماشية بواحد الشكل سلس، يعني الأمور ماشية مزيان. إن شاء الله يمكن نوصلوا كما وصلنا العام اللي داز 6 مليون و900 اللي كانت العام اللي داز رقمت، وهذا الرقم كافي هذه النقطة مهمة سيد مجدوبي، أنه الآن وزير الفلاحة تحدث عن 3 ملايين، والبعض قال بالعادة نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، نحتاج إلى الضعف. معنى ذلك أن العملية ستستمر إلى حدود أسبوع قبل عيد الأضحى تقريبا من أجل أن تنتهي عملية الترقيم، وآنذاك سنكون إزاء كم من رؤوس الماشية؟ إحنا هذه السنة يعني لأنه لهذه السنة أنا بالنسبة لي أحسن من السنة الماضية، لأنه في الشهر أبريل ماي 2023 كانت ديك الوقيته ديال التزاوج بين الأغنام. الوزارة بذلت مجهود كبير والكسة بذل مجهود كبير، الوزارة بذلت مجهود في دعم الأعلاف المعدة للأغنام والماعز للتزاوج، والعملية ديال التوالد اللي كانت في شهر 11-12-2023 وشهر 1-2 كانت توالد يعني بطريقة كبيرة أحسن من السنة الفارطة. وهذه السنة هذه يعني العملية لا ديال التوالد يعني في هذه الفترة هذه وصلت واحد العدد كثير اللي تزاد اللي يمكن يوصل العيد واللي بقى غادي يبقى لمور العيد، يعني حتى من بعد العيد ما كاينش تخوف، لأنه يعني المجهود المبذول كما قلت لكم تقريبا 15 مليون ديال 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 القناطر ديال الاعلاف المعدة المواشي اللي دعمت من طرف وزارة الفلاحة. طيب، يعني هذه العملية هذه هي اللي خلات هذه النتيجة اللي وصلنا لها اليوم. طيب، يضاف الى ذلك طبعا توقعات وزير الفلاحة انه سيتم استيراد تقريبا 600,000 من رؤوس الماشية بحلول عيد الأضحى، وستكون موجهة طبعا لهذه العملية. طرحت في البرلمان عدة تساؤلات عن الطريقة التي سيتم بها تدبير الأمر وتجاوز الاختلالات التي كانت في السنة الماضية. في أي اتجاه ستتجه عملية تحسين عملية الاستيراد هذه؟ احنا منتجين، يعني انا امثل المنتجين الوطنيين. يعني بالنسبة للاستيراد السلطات العمومية مضطرة انه تاخذ قرار استباقية، لأنه ما يمكنش احنا بالنسبة لنا كمهنيين كنقولوا بأنه كاين الكافي، ولكن الناس المسؤولين راه ضروري، لأنه لا مجال للمغامرة في هذه الأمور هذه. كاين يعني كانت اجتماعات مكثفة، وهذا هو يعني اللي كاين يعني مع الشريك ديالنا اللي هي وزارة الفلاحة، كتكون اجتماعات يعني باش للتشاور مع المهنيين. احنا عطينا وجهة نظر ديالنا بأنه الأعداد سنصل إن شاء الله 6 مليون و800 او اللي نقربوا لها، يعني واللي غادي يكون كافي العيد. ولكن من ناحيه اخرى يعني الاستيراد اللي يقدر ينقص شويه الضغط ديال القطيع الوطني،
وفي حدود 600 ألف يعني مقارنة مع 6 مليون ولا 7 مليون راه يعني نسبيا نسبة ضعيفة جدا، ولكن ضروري خاص هاد وراه قال السيد وزير الفلاحة بأنه راه يعني مسألة ظرفية ماشي يعني هاد القضية ديال الاستيراد تكون من هنا ل 15 يونيو يعني قبل العيد. طيب سي مجدوبي، طبعا الكثيرون يتحدثون عن مسألة السعر، ما دام أنكم تتحدثون عن الوفرة لماذا نشهد أو يقول البعض بأن هناك ارتفاع؟ هل الأمر يتعلق بفقاعة مصطنعة غير واقعية أم أنه بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار وقد تكون هناك ارتفاعات؟ ولماذا هناك هذا التناقض بين الوفرة التي تتحدثون عنها وبين مسألة الأسعار التي يقول البعض أنه مرتفع؟ هو إلى سمحت لي، التضخم مس جميع المواد الفلاحية والغير فلاحية، واللي أستغرب له كمنتج وككساب اللي أستغرب له هو أنه الأغنام والمعيز هي الحاجة الوحيدة اللي يعني الأنظار كلها متجهة لها، مع العلم على أنه الارتفاع اللي كاين حاصل حاليا راه في حدود 20-25% ديال الثمن. لا علاش كاين هذا الارتفاع؟ لأنه كاين الغلاء في المدخلات، يعني المدخلات الكتيبة كتاكل داكشي اللي تدعمو الدولة، ولكن عندها التبن، الفراج، المواد الخشنة ضروري خصها تاكلها، يعني في حدود 50% من الماكلة ديالها. هذيك المواد الخشنة نظرا لسنوات الجفاف المستمرة اللي شهدتها البلاد ديالنا، كان بعض المواد التبن والفصة كاين بعض المواد اللي ضربت الثمن ديالها في جوج وفي ثلاثة. المحروقات حتى هي غالية، اليد العاملة اللي ارتفعت القيمة ديالها، يعني المدخلات والقيمة يعني يعني الثمن المرجعي اللي باش يتقام الحولي هو اللي طالع. أما سي عبد الرحمن المجدوبي في هذه النقطة تحديدا، بالعادة في السنوات العادية كان متوسط سعر الكبش، يعني متوسط أتحدث عن أسرة متوسطة وعن مستوى اجتماعي متوسط، كان في حدود لنقول 2000 درهم، لا أتحدث بدقة، ولكن الآن كيف سيتحرك هذا المتوسط هذه السنة برأيك؟ كيف تقديرك؟ حاولت نشرح لك يعني القضية ديال أنه السعر ماشي الكساب راه ولا الوسيط هو اللي طلع الثمن، راه طلع لأنه المدخلات باش نتجنا هذاك الخروف ولا هذاك الحوري هي اللي طلعت، وهذا الثمن ديال الناس اللي كتهضر على الطلوع غتكون واحد 500 درهم زائدة، والإنسان تحقق في شاعرة دينية بحال هذا الشكل هذا الإنسان ما يشوفش فيها، كيشوف الأجر هو الأول ويحاول هي التثمينة راه غتكون من 1500 حتى، لأنه كاين الخروف والخروف الصغار، كاين اللي كثار، كاين الحولي الكبير، كاين الحولي اللي يدير 80 كيلو 90 كيلو شحال بغيت دير له ثمن. احنا نتحدث عن المتوسط، انا ذكرت المتوسط والأسرة المتوسطة والمستوى الاجتماعي المتوسط، لذلك أردت منك تقدير لأنك مهني وتعرف السوق. التقدير انا كيما قلت لك التقدير هي غتكون واحد 20% ديال الزايد او لا 15%، ولكن الانسان خصو يدير واحد القضيه انه مين يلقى الوفره، لانه ما بغيش نقارن الكلام مع مجموعه ديال الدول الافريقيه وحتى الدول اللي كتسمى الدول المصدره الاثمنه عندهم، راه حتى الدول اللي غادي نستوردوا من عندهم راه الاثمنه عندهم غاليه. طيب يعني مشاو الاخوان مشاو المستوردين ومع كامل الاسف راه لقاو مشاكل باش يجيبوا باش يستوردوا، يعني الحاله يعني التضخم العالمي اللي مشهود حاليا راه هو اللي داير هاد. واذا كانت ان شاء الله سنه ولا يعني جات سنه ممطره هاد الشيء هذا كله غادي ينساوه، لانه القطيع ديال الاغنام والمعيز عنده لو سيكل ديالو ما يفوتش 10 شهور 12 شهر يعاود يتجدد من جديد، لانه الولاده عند الاغنام والمعيز 5 شهور، وفي 5 شهور اخرى ديك مين يتزاد عنده 5 شهور غادي يوجد. شكرا. انا اللي كان اكد عليه قبل ما نساليه وهو انه الجوده اللي بدل فيها اللي تبدلت على الصعيد الوطني، يعني الجوده اللي كاينه واللي بدل فيها مجهود كبير الكساب واللي بدلت فيها مجهود كبير الوزاره باش وفرت هذه الالاف، واللي كانت اللي كاينه في السوق، يعني ملي كنلقاو الجوده خصنا ديك الجوده حتى الا زدنا فيها شويه ديال الفلوس لا باس. شكرا لكم الأستاذ عبد الرحمن المجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.